قناة أصوات من نور تقدم لكم هذه التلاوة النادرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا
ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين I'm
ربك هو يحشرهم
إن عليك اللعنة إلى
لا يمسهم
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ
فقالوا سلاما
صدق الله العظيم.